سلام الله عليكم أحباب المشاهدين الكرام في هذه الحلقة سنتحدث عن كتاب صوفي مدرسة تربوية ودستور تربوي بامتياز وهي الحكم العطائية أو الحكم لابن عطاء الله السكندري يقول حق سبحانه وتعالى ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم وهو الذي يؤتي الحكمة لمن يشاء سبحانه وتعالى إذا هذه الحكم العطائية تعتبر دستورا تربويا في علم التصوف والتزكية وقد صاغ الشيخ ابن عطاء الله السكندري كتاب الحكم إذ يعتبر من أجل مؤلفاته والتي حازت الشهرة العالمية سواء في العالم الإسلامي أو العالم الغربي لدى المسلمين وترجمت وترجمت كذلك شروحاته إلى اللغات الحية قلت وقد ساغه رحمه الله صياغة كشفت عن حقيقة التربية الإسلامية الصوفية وذلك في القرن السابع الهجري ويعتبر من أشهر من شرح هذه الحكم الشيخ سيدي أحمد بن عجيبة في كتاب كذلك كتابه الشهر عالميا وأصبح مرجعا اساسيا لكل من يريد ان يشرح حكم بن عطاء الله السكندري إيقاظ الهمم في شرح حكم للشيخ سيدي احمد بن عجيبه آه والشيخ سيدي احمد بن عجيبه الف الكثير من هاته المؤلفات الصوفيه ومعروف ان ابن عطاء الله السكندري هو تلميذ سيدي أبو العباس المرسي في الاسكندريه تلميذ كذلك سيدي ابي الحسن الشاذلي دفين صحراء عذب بمصر ومسقط راسه بمنطقه شفشاون بالمغرب الاقصى وشيخه هو سيدي مولاي عبد السلام بن مشيش صاحب الصلاه المشيشيه وهو القطب الشهير يعني ان هذا هذه الحكم هي مدرسه شاذليه بامتياز لنتحدث في هذا الموضوع نستضيف لكم حفيدة أه صاحب الشرح أه سيدي احمد بن عجيبه لله حسنى بن عجيبه الحسني وهي أه متخصصه في الفلسفه الاسلاميه وفكر أه الفكر الاسلامي دكتوره بجامعه محمد الخامس بالرباط أه طبعا الفلسفه أه قامت بتحقيق لعدد من الكتب لاجدادها بن عجيبه تحقيق قوانين صوفيه للشيخ سيدي هاشمي بن عجيبه وهو اخ سيدي احمد بن عجيبه وكذلك تم قامت بتحقيق هذا المخطوط الغالي جبته من الخزانه وعنده اكثر من جوج قرون بخط يد الشيخ سيدي احمد بن عجيبه خط جميل للغايه ما زال خالصا كما هو كان في البداية قامت بتحقيق هذا الكتاب وهو الأنوار السنية في الأذكار النبوية أهلا بك مرحبا مرحبا حينما نريد أن نتحدث عن التصوف وهو علم الأخلاق وهذا التصوف لا يمكن أن يصل له الإنسان سواء التجربة الروحية أو حتى دراسة التصوف حتى يعني يتألق في مراتب الإسلام الإيمان الإحسان الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يك... تكن تراه فإنه يراك فهل لا الاستزادة من الحديث عن ما هي التصوف قبل أن نتحدث عن المواضيع الأخرى مرحبا الحمد لله حمدا يليق بوجهه وسلطانه العظيم والشكر له شكر استغراق في مشاهدة مننه ونتبرأ اليه بحولنا وقوتنا مع سكون القلب اطمئنانا اليه وثقه به ورسوخا في معرفته. واصلي واسلم على سيد العابدين وامام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله الاطهار وصحابته الاخيار. اولا اشكرك استاذتي على الاستضافه الكريمه وكذلك اثمن جهودك عاليا في خدمه العلم وفي غرس القيم النبيله والاقاويل الطيبه في نفوس الناشئه. الحديث عن التصوف هو حديث عن خير العلوم ولباب الشريعه. هو حديث عن كيفيه السلوك الى حضره ملك الملوك. فإذا كان التصوف تفسير لمقام الإحسان فكذلك علم الكلام تفسير للإيمان لمقام الإيمان والفقه تفسير لمقام الإسلام لذلك فالتصوف هو إيمان وإسلام وإحسان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام عن الإيمان والإسلام ثم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الا ان هذين الاخيرين هذان الاخيران موضوعهما يقوم على اساس النظر والاستدلال والبرهان وموضوع التصوف يقوم على المعارف الكامله والاذواق والتجربه والوجدان ف التصوف تج... علم تجريبي لماذا لانه يقوم على مشاهده مك... م... مشاهده القلوب ومكاشفه الاسرار و وجداني لأنه قائم على تذوق الإشارات إذا التصوف هو الترفع عن كل خلق دني والسمو إلى كل ما هو سني معنى أن هناك مجاهدة لا يمكن أن يصل الإنسان إلى مقامات يعني النفس من نفس الأمارة بالسوء إلى نفس اللوامة حيث أن الحق سبحانه وتعالى يقسم بالنفس اللوامة لأنها ترتقي بالإنسان تلومه على هذه الأخلاق الذميمة وبالتالي يمكن أن يصل إلى النفس المطمئنة إذا هذا الترقي في المراتب النفس لا بد لها من مجهود وكما قلت للا حسنا بن عجيبة أن التصوف يجب أن يكون تجربة ان لا يمكن ان نعرف التصوف دون ان نجرب ذلك وتجربه روحيه والحمد لله بلدنا المغرب معروف ببلد الاولياء ينبت الاولياء كما ينبت الكلاء <applause> آه اذا كانت ارض المشرق ارض الانبياء فارض المغرب ارض <applause> الاولياء وانت آه ما شاء الله بنت الأولية حقيقة وقمت كذلك بدور مهم جدا في تحقيق كتب يعني أجدادك ولا ننسى أن هذا الكتاب إقاد الهمام في شرح الحكم أخذ عنه الكثير منهم آخر من يعني استعمله مرجع الشيخ البوطي رحمه الله شهيد المنابر وهو كذلك كان يقوم بشرح حكم بن عطاء الله السكندري كيف يمكن أن نبين أن هذه الحكم تعتبر مدرسه تربويه شاذليه يعني معروف ان اكثر من 200 مليون يعني من سكان العالم هم شاذليه بالطريقه القائده هو سيدي مولاي عبد السلام المشيش القطب الشهير آه، اللي في جبل العالم آه، يعني هذه الحكم آه، كيف قال جدنا أبو بكر البناني لو كانت الصلاة تصح بغير القرآن نعم. لصحت بحكم عطاء الله لأنها نعم. تقتبس حكمها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم, نعم. إذا قبل أن نرخي السطور عن مكتونة الموضوع فلابد نشير إلى أن الحكم لابن عطاء الله اقترنت باسمه فاشتهرت وذاع سيتها لما جعل فيها من المعالم والمعارف الربانية والأسرار العالية والإشارات كذلك الربانية التي جاءت جامعة لدقائق علوم التوحيد وكذلك لمقاصد السير والسلوك إلى ملك الملوك فجاءت الحكام كلها قيم كلها يعني اخلاق نستمد منها خاصه كان لها تاثير بالغ في تهذيب النفوس وتربيه وتصفيه القلوب وتربيه الارواح فهذا الاثر لابد ان يظهر على النفس البشريه التي تطمح الى الحظوظ الدنيا الى اخره فلذلك أه تضمنت اربعه علو... اربعه من من علوم القوم مم. كما جاء في شرح أه سيدي احمد بن عجيبه في شرحها في كتابه ايقاد الهمم في شرح الحكام. واول هذه العلوم أه أه جاء في التذكير والوعد وهو خاص بالعوام. ثم علم اخر وهو في أه تس... تصليح او في تصحيح الاعمال. وتصفية البواطن وتحليتها بالفضائل وهي خاصة بالمبتدئين من السالكين مه. ثم العلم الثالث وهو في تحقيق الأحوال والمقامات وأحكام الأذواق والمنازلات وهو خاص بالمستشرقين من المبتدئين يعني في طريق القوم وكذلك المبتدئين من العارفين ثم العلم الرابع وهو علم المعارف الإلهامية وهذا خاص بالعلو بالأهل الله خاصة نعم الخاصة على ذكر المستشرقين فعلا أنا رأيت شرحا أو ترجمة لشرحك بن عطاء الله باللغة الفرنسية للدكتور إيريك جوفخوا وكان يدرس بجامعة دمشق وكان شيخه هو الشيخ البوطي وهناك إقبال كبير من طرف الغربيين المستشرقين او حتى الغربيين الفرنسيين هكذا يقرؤون الحكم باللغه الفرنسيه ويحبونها كثيرا ويعتبرونها مدرسه تربويه في الحياه نعم لان كتاب الحكم قام مؤلفه بصياغته باسلوب جميل عذب فهذب معانيه وجمع التصوف كله من كتب التصوف باختصار باختصار خاصه يعني الاداب اداب المريد تربيه النفس القيم الاخلاقيه الصبر اليقين فكانوا يعتكفون عليه ويهتمون به كتربيه بالحال كتربيه وهنا نشير الى ان العلماء المغاربه المتصوفون حينما يعني يقبلون على التصوف يبداون بكتاب الـ الـ الحكم نعم،, نعم, جميل يمكننا ناخذ يعني حكمه او حكمتين ونفسروها ونبينها للمشاهدين والى ما يعني تقصد هذه الحكمه كنبراس للمؤمن او قاعده يمكن ان يسير عليها في سلوكه مثلا مثلا ناخذ لك حكمه رب معصيه اورثت ذلا وافتقارا خير من طاعه اورثت عزا واستكبارا نعم فيشير سيدي احمد بن عجيبه في هذه الحكمه الى ان المعاصي التي تتولد أو عفوا أن المعاصي التي تولد في نفس الإنسانية ذلا وانكسارا وندما هي هو المرغوب في التربية الصوفية جميل. لأن لماذا تولد لديك الافتقار التواضع وهذا يحقق مفهوم العبودية والصدق التوجه إلى الله في المقابل الطاعه التي يكون فيها رياء يكون في يتولد في النفس التبجح والرياء <applause> والاستعلاء فهنا في المقابل العبره ليست بالمعصيه او الطاعه وانما ب ما الحالة التي الحالة التي في القلب الحالة القلبية أو ما يفضي إلى ما تفضي إليه المعصية والطاعة من مقتضى العمل جميل جدا نعم ربما رب عاص حينما يتوب نعم يتوب ويحقق شروط التوبة والندم حيث يقول الرسول نعم صلى الله عليه الندم يمكن أن يصبح من المحبوبين نعم إن الله يحب التوابين نعم. والمحبة هي مقام الولاية نعم. ورب كذلك طاعة حينما يتكبر مثلا واحد الحجة ويجي عاجبه راسه فهذا نوع من الكبر و الله سبحانه وتعالى نعم. يقول على نبي نبيه الكبر ردائي فمن شاركني في قسمته فاذا هذا الشيء يبعد الانسان نعم. عن نعم عن, عن, عن تحقيق صدق التوجه الى الله سبحانه وتعالى حيث مدار التصوف كله هو صدق التوجه آه. يعني تحقيق العبوديه لله والاخلاص جميل آه كلها ندندن حولها آه لا اله الا الله ان تخرج صادقه بعدم الكبر لان حتى الكبر راه شرك اه إذن هنا, هنا في التصوف للحسنة نستشعر ان الانسان يراقب نفسه في كل حين كانه يسير نفسه هز يعني المقود السياره نعم. عندك تحف الحافه في كل دقيقه وفي كل حال نعم. يخاف على نفسه نعم. ان يخرج عن الجاده وعن الصراط نعم. المستقيم نعم. وهذا هو يعني كيف قلتي مآل وحال الصالحين نعم نحتاج فيه الى المجاهده جميل. إلى مجاهدة النفس وهذه المجاهدة لا تكون إلا طبعا بشيخ مربين يرقيك من مقام إلى مقام فالشيطان فالطريق خطير شاق كثير يعني خطاره وبالتالي النفس قد تطغى ونحتاج فيه إلى من يهذبها ومن يربيها ومن يردها الى اصلها الى الصواب الى الصواب فعلا. الى صدق التوجه الى الله سبحانه وتعالى وهذا هو مقام الاحسان هذا هو مقام الاحسان طبعا أه. استاذه نعطيك حكمه اخرى من نعم. حكم من عطاء الله باش نخليو المشاهدين يمشيوا يشيروا حكم من عطاء الله نعم. موجوده اكثر من 200 حكمه وكل حكمه عندها شروحاتها وفي اكثر من 35 شرح نعم يعني من المشارقه والمغاربه مثلا حكمه أه ما قل عمل يبرز من قلب زاهد ولا كثر عمل يبرز من قلب راغب. نعم جميلة هي هذه الحكمة فالعبرة هنا أن أشار سيدي أحمد بن عجيب أيضا في إيقاد الحكام إيقاد الهمم بشرح الحكام إلى أن رب عمل ينبع من قلب عمل صالح من قلب زاهد في الدنيا والزهد مقامه قلبي وهو أول خطوة إلى الطريق وإلى الله سبحانه وتعالى فهذا العمل القليل الصالح الذي ترجو به وجه الله سبحانه وتعالى وتصدق فيه لله سبحانه وتعالى تريد فيه مكافأة مالية ولا مادية ولا دنيوية خير من عمل يكون الغرض منه هو الدنيا تعمل العمل الصالح من اجل ان يراك الناس وهذا هو الرياء لذلك الزهد كما يعرفه سيدي احمد بن عجيبه يقول الزهد هو خلو قلبك عن غير سوى الله سبحانه وتعالى فليس ان تزهد في الدنيا وان تزهد عن الدنيا وهي في قلبك وانما ان تزهد عن عن الدنيا وهي في يدك ومن قلبك فلذلك قال بعض الصالحين ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنه أه لما علموا ما ف... ان ليس لحيها سكنة تركوها يعني لجه واتخذوا صالح الاعمال منها سفنا نعم جميل حينما يقول تركوها باش ما يفهموش الناس خطا ماشي انهم جلسوا وتكاسلوا لا 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 هم يشتغلون آه، وكيف تيقولوا سيدنا الولاء آه، الكسده في الحانوت والقلب, والقلب مع, مع الملك يعني واحد يعني يشتغل بتجارته نعم. باعماله نعم. لكن دائما قلبه متعلق بالله ويراقب نفسه نعم. في صحيح. كل الامور وهذه المراقبه هي اللي تخلي الانسان يعني ما يكذبش يصدق ما ياخذش رشوه ما يسرقش صحيح. ما يخطفش يكون يحب وطنه يحب اولاده اسرته وهذه هي الحياه الناجحه نعم. ديال المجتمعات نعم. دكتوره كذلك للحسنة حينما نرى شروحات الشيخ سيدي احمد بن عجيبه لإيقاظ همام في شرح الحكم نرى دائما في كل حكمه يرتكز على ايات من كتاب الله الكريم وعلى كذلك حديث من احاديث او أحاديث كثيرة من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم دائما ياتي بالدليل نعم. في الشرح دائما ياتي ويؤصل نعم من شرع كتاب آه كما قال جدكم انها مثل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعض العارفين كادت ان تكون وحيا هذا هو لذلك ويؤصل فيها كل من الكتاب ومن السنه يعني جاء ضمنها علوم القوم التي يعني كلها من الكتاب والسنه فعلمنا كيقول الجنيد مؤيد بالكتاب والسنه لا نخرج عن هذين الكتابين لذلك يوثق كلامه حتى يعني ان شاء الله يكون ونرى ان في هذا الحكم للدكتوره الحسنة بن عجيبه وكذلك في شروحاتها ما ينم عن ابعاد الشرك الخفي والعياذ بالله نعم. لان كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي هو كالنملة السوداء على الصخره السماء نعم. في الليله الظلمه نعم. ما تيبانش نعم. ولكن والعياذ بالله ممكن يسقط فيه الانسان نعم. اذا لتحري عدم السقوط في الشرك الخفي يعني يسلك هذا المسلك نعم لذلك قلت سابقا انه جمع فيها من دقائق التوحيد يعني دقائق التوحيد ومقامات السير الى حضره ملك الملوك يعني هنا في شرح الحكم ما المقصود بالتوحيد؟ يعني افراد الله عز وجل بالعبوديه والاخلاص له في جميع الاعمال وجميع الطاعات. إذا نشكرك فضيلة الدكتورة إلا بن عجيبة الحسني على هذه الحلقة المتميزة في الحديث عن حكمة أو حكم بن عطاء الله السكندري وكذلك عن شروحات هذه الحكم خصوصا شرح أجدكم الشيخ حمد بن عجيبة في كتاب إيقاظ الهمم في شرح حكم إذا أحبابي المشاهدين الكرام نشكركم على حسن إصغائكم ونتمنى نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن السماء العليم والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته إلى اللقاء